وقت ما يحسوا بهذيك بالحرب يديروا ومزار هارتك نيم زدوات ستيفال. طبعا لست مخولا بأن أقوم بالعزف على وحيد الوتر هذا، لأن العزف حكر على نساء المنطقة فقط، وتسمية وحيد الوتر في ثقافة أهل توارق أو طوارق هو الأمزاد، آلة مميزة لموسيقى مميزة أيضا، استعملت في الحرب كما في السلم، في الفرح كما في الأحزان، وفي ذروة العشق كما في قمة الهجر. أنا أحمد حرز الله في مهمة خاصة في عاصمة الأهجار تمرست، سنقوم برحلة معا في عالم هذه الآلة المميزة الأمزار. إمزاد، ومعنى الكلمة شعرة ذيل فرس، ومنها يصنع وحيد الوتر هذا، أقدم آلة موسيقية في المجتمع الترغي، ارتبطت منذ زمن بعيد بفئة معينة من نساء المنطقة، وهن ذوات الحسب والنسب والشأن الرفيع.